إذا بعد هذه الكلمة الطيبة المباركة إن شاء الله عز وجل سيدي يونس الغربي إن شاء الله عز وجل يونس الغربي نحن هذا النهار وهذا اليوم وهذه الصبيحة الله تعالى اختارنا ومرة أخرى شكرا سي عبد الكريم طاسين على هذا اللي جمع لنا هذه الوجوه الطيبة المباركة سيدي يونس الغربي قارئنا المتميز حفظه الله ورعاه معروف الحمد لله شرف البلاد وارفع لنا رايه هذا البلد باذن الله عز وجل غاليه وعاليه ان شاء الله تعالى. سيدي يونس الغربي من اهل القران وتربى مع القران وعاش من القران ومع القران. ابدل وحافظ لكل القران الكريم ومخرج لاجيال كثيره عديده. سيدي يونس الغربي قارئ معروف حصل على عده جوائز وطنيه وجوائز عالميه. منها جائزة القارئ العالمي بدولة البحرين، كذلك جائزة عطر الكلام بالمملكة العربية السعودية اللي حصل فيها على المرتبة الأولى عالميا، وهذا شرف وما بعده شرف، نسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله ومن كرمه، والآن هو الآن يؤم الناس في أوروبا وفي أمريكا، وهو سفير لهذا البلد، السفير الحقيقي لهذا البلد لأنه بلد القرآن. الله يجمعنا واياكم مع القران واهل القران وان يشفع لنا القران. فليتفضل سيدي يونس مشكورا ماجورا وجزاه الله خيرا وثقه قام عليه ان شاء الله. وبعد القران تكبير الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن لما
الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال حسبك أو أمسك،
فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. سالت دموع المصطفى، سالت دموع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفاضت عيناه وخشع قلبه استشعارا للمسؤولية، ولأن القرآن فعلا وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لنا في هذه الصبيحة القرآنية. شكر الله سيدي يونس حفظه الله ورعاه، أن راك الأب والابن ما شاء الله، الأسرة القرآنية كلها، صلى الله عز وجل يبارك فيه. فإذا مرئ حقا وصدقا، إذا مرئ السمع بالقرآن اكتفى، وإذا شغل القلب بالقرآن تعافى، وإذا تقلب البصر بين صفحات القرآن صفى، وإذا تحرك اللسان بآيات القرآن عن اللغو عفى، وإذا رزقت والله صحبة القرآن وصحبة أهل القرآن فبها وكفى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب أحزاننا. الله يسعدنا وإياكم القرآن الكريم. إذا لازلنا في رحاب القرآن، ومع القرآن هذه المرة إن شاء الله عز وجل سيتفضل سيد أحمد الخالدي بتلاوة آياتنا الذكر الحكيم إن شاء الله تعالى، يدعو على مسامعنا هذا المجلس المبارك. سيد أحمد الخالدي ومن لا يعرفه، ابن مدينة الرباط، إمام بمسجد الرياض بالرباط، الحاصل طبيعي الحال على عدة جوائز وطنية وجوائز دولية. على سبيل المثال فقط، منها جائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم وترتيبه، كذلك جائزة القرآن أو القارئ العالمي بالبحرين، جائزة القارئ العالمي بالبحرين، ثم جائزة القارئ بماليزيا، ثم جائزة كذلك القارئ بأندونيسيا. هذا الرجل الطيب المبارك نفع الله به البلاد والعباد، كان دائما يحصل على الروتر الأولى بإذن الله عز وجل. فجزاه الله خيرا على حضوره ومجيئه، فصلى الله عز وجل يبارك فيه أينما حل وارتحل.